اللي اتذكر من كم يوم في الدانوب لقيت هذه الجبنة، هذه دائما أخذها من هولندا أو اللي هناك يجيب لي إياها دائما، يعرفوا أني أنا أحبها. هذه بالتروفل مرة طيبة، فأول ما أخذتها رحت عند الجبان وقلت له سوي لي إياها يعني قطعها، فقام سوى لي إياها بالجهاز هذا حقهم ده كذا. المهم فعندي هنا لحمة، هذه اللحمة عبارة عن شورت ريبس مع تشوك مع ظهر مخلوطة مع بعض اللي سويناها دوبنا. وآه صح سويت شيء أمس أوريكم إياه. بعض 80 لحم 20 شحم. وبس هنا عندي بريتسل بان وهذه ال هتبلها بس ملح وفلفل أسود. نفس الشيء على الوش الثاني، ملح فلفل أسود، هذه جديدة. الآن حضيف الكارملايزد أونيون اللي سويته. الآن الجبنة. صراحة أحلى فقرة أحب أقصه. شوف شوف حطيت البيكلز حقتي تحت مايو والكارملايز أونيون وفوقها الجبنة وهذه الخبزة. بسم الله، إيش رأيكم؟